انهم مسلحين ومجرمين. كذب 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 اعلى من دوري كذب. واحد جاوب بالشارع اسد، بالشارع اسد عم بيحاول كل شيء عملوه الحكام في الثورات اللي نجحت، ما خلى محاولة إلا عملها. أول شغلة الاعتقالات، صحنا سلمية قام حكم 3 شهور للإعدام، للإعدام طلع القرار حكم بال3 شهور للإعدام اللي بيصيح الري. المسلحين الجيش المنشأ، المسلحين هني اجوا على جسر الشغول حاولوا يدخلوا فينا ويعطونا سلاح، نحن سلاحنا غصن الزيتون. نعم نعم. ولا ثورتنا سلمي، اذا بده يجي يضربني بالدبابه سلمي، كلياتنا سلمي، لا عندنا سلاح وما بنستطيع نجيب سلاح. بالخص منطقه جسر الشغور افقر منطقه في سوريا، افقر منطقه في سوريا. ما جسر الا اليوم بيشتغل من الصبح للمساء بدولارين او ب3 دولار. ابو العيلي وانا عندي عيلي 3 دولار بيشتغل بالنهار. طيب الاعلام السوري، ولا اله الا الله الشعار الاول والاخير. المسلحين سلاحنا لا اله الا الله. الاعلام السوري طلب من اهالي جزر الشغور يرجعوا، انت شفت حدا رجع؟ ما برجع هيك رجعوا، كان في بيناتنا كذا عيلي رجعت، هذول اجوا اندسوا مشان يرجعوا العالم، حاولوا معانا وقالوا لنا بدنا نعطيكم مصاري وبدنا نعطيكم وبدنا مشان ترجع. ايه؟ مشان نرجع. ايه؟ على جسر الشغور ما بدنا مصاري، ما بدنا مصاري، بدنا كرامة، بدنا كرامة، بدنا كرامة. المسلحين اللي ايمتى نفكر اهالي جسر الشغور يرجعوا؟ بس نفكر يرجعوا حتى يخلص هذا النظام الفاسد، حتى يخلص النظام. بدنا نعيش في الجبال، بدنا نعيش بالمزابل، بدنا نعيش على الحدود، بدنا وين ما عشنا نعيش. بدنا الحريه الكامله لاهالي جسر الشغور والاصلاحات اللي تحول. لا للاصلاحات، الاصلاحات اللي حكى عنها هلا الرئيس بدنا كيفيه. هو واحد شباب، ما نسي شباب احنا الجسر ما نضل هيك من شغل الله. بس واحد يحكي، واحد يحكي بيخلص بيجي اللي بعده وخلص. سيادته لبشار الاسد قال اصلاحات من 3-4 شهور. هذا زلمي كاذب كاذب. نحن ما عم نسوء الادب بالحكي، بس كاذب. في غير لغه بتنحكى انه كاذب؟ ما بنفهم غير باللغه العربيه نحن. بشار اسد وعصابته كاذبين، كاذبين. ما في اكذب من هذه العصابه السوريه المافيا. طلعنا صحنا حري 3 شهور حكمه للاعدام، اش بدوس اكثر من هيك؟ اليوم صحت حري يجوا ياخذوا اخوي من البيت، اش ذنبه اخوي انا؟ دخلوا على النسوان ولا دخلوا على النسوان، دخلوا على البيوت. قالوا نحن دخلنا، نحن قبل ما يدخل الجيش ب20 ساعة كنا على الحدود، دخلوا نكشوا البيوت وحرقوا البيوت، دخلوا على المؤسسات. طيب مين اللي دخل على المؤسسات ومين اللي خرب؟ عصابات بشار اسد والبنوك، عصابات بشار اسد الكاذب. السبب، السبب ليتهم السلميين، ليتهم السلميين بانه هن اللي عم بيخربوا. نحن لا للتخريب لا للسلاح. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الظالم، الله اكبر، الظالم، الله اكبر.